Evet, Batch Note 6.18. يوريك ريليس، طبعا انا ما هتكلم عن يوريك، اكيد شباب في ريدي جيمز حينزلوه. وسووا نيرف لاش، زودوا زودوا الكول داون حق الدبليو حقت الايرلي جيم من 12 ثانية ل 15 ثانية، 3 ثواني زيادة صراحة. وهذا نيرف جامد على الايرلي جيم حقها صراحة. وما ادري اذا حينزلها من التوب تير اي دي سيز ولا ما حينزلها، بس في كل الحالات النيرف هذا معناه جن وسيفر وجينكس وتويتش وكوغماو وحتى يمكن از احسن منها حيصيروا في الايرلي جيم. اوكي، الليت جيم ما حتفرق كثير شباب زي ما هو، لانه الاعتماد في الليت جيم مش على الدبليو حقتها، الاعتماد في الليت جيم على الالتي بلس الكيو، لانه الكيو از ذا موست دامج اوتبوت. الدبليو از جاست مينت فور البوكس عشان تسوي بوك، وفي نفس الوقت برضو على السريع تو ابلاي الباسيف حقتها اللي هي السلو باسيف. اريان سول باك فيكس وي دونت كير. ايكو نزل البيس اتاك دامج حقه من 59 ل 55، هذا يبغوا ينرفوا الكابابيلتي حقته، يبغوا ينرفوه توب لما نبني ترينيتي فورس في بدايه الجيم. طبعا هذا معناه اذا قلنا بيس اتاك دامج من دون ايتمز 4 مع كل اوتو اتاك ولا كل اتاك بيس، يعني اتس نوت ذات بيج اوف ديل، بس يبي يقلل الدولينج كابابيلتي حقته في التوب لين. يعني معناها شن وش اسمه اوجنار وفيورا والهذا حيكون تعاملهم معاه اسهل حبتين في البدايه شويه. اوجنار سووا له نيرف على الدبليو حقته برضو، يعني انا ما ادري ليش هو اوجنار حاليا صراحه مره او بي، يعني على اساس ال سي هذا التعديلات كلها عشان الوردز عشان ال سي اس مش عشان السولو كيو يا شباب. نزلوا الدبليو حقته البيس دامج حقها من 15 ل 10، هذا معناه مش ذات ماتش، اتس نوت ا بيج ديل صراحه. الاي زودوا الكول داون حقها 3 ثواني، وهذا نيرف مره جامد يا شباب، ما برضه حيبقى توب تير هيوج، ما اظن حيتغير، ما حيخرج من ال سي اس، بس الدامج اقل مره كثير في البدايه والاي برضو اقل مره كثير في البدايه في ايرلي جيم، ليت جيم حيرجع زي ما كان تقريبا الوضع الطبيعي. في نفس الوقت سووا نيرف لش اسمها يعني للفروزن مالت على اساس، يعني هذه كلها عشان يقللوا الفروزن مارت اظن على ياسوا وعلى جنار وعلى نار جنار كل واحد عشان يقعد. حنرجع لها بعدين. في كل الحالات ليسن سووا له باف على الدبليو حقته، زودوا اللايف ستيل حبتين 5% زيادة. هو اوريدي في الميتا ما اظن يفرق، بس كده هم ادوا له الدفة الصغيرة اللي باقي يبغوا يشوفوه فيها مرة تانية، اظن هذه حترجعه ال سي اس. يعني ليساندرا قللوا الهيلث جروث ستات حقها من 8 من 84 ل 75. هيلث جرو ايش يعني جروث ستات؟ كل ما تلف الليفل يزيد الهيلث حقها، كان 84 صار يزيد الحين 75. اظن هذا تو كاونتر البيلد ستراكشر حقها، لانه هي تبني روا اللي هو رود اوف ايجز ولا رود، وتبني اولسو برضه الريلاي وبرضه وتسوي دامج مو طبيعي يعني، فقللوا الهيلث حقها حبتين عشان الناس تقدر تتعامل معاها شوي. لولو بوك فيكس وي دونت كير. بف للاكس مره ثالثه، انا ما نعرف ليش برضو، على اساس ما حترجع ال سي اس، بس في سولو كيو يا شباب ترى هذه من الـ من الـ من الايزي سولو كاري صراحه. انا ما قد شفت تشامبيون حتى لو هو متاخر في الجيم، متاخر في اللين حقه، ميد تشامبيون متاخر في اللين متاخر في الجيم، يقدر يرجع الجيم بكل بساطه، لان الكومبو حقه يقدر ينكشع واحد كومبليتلي من فل لصفر، طبعا السكوشيز بكومبو واحد حتى لو ما كان عندك الايتم واحده. في كل الحالات زود السلو على اللي حقتها من 20 ل 25%. بعد كده مس فورتشن بف على الباسيف حقتها اللابتوب، الباسيف كانت لما بيسكلي لما تضرب واحد اول مره ولا تاور اول مره ولا منين اول مره تيجي عليه العلامه حقت القلب كده وتضربه شو اسمه بونص ماجيك دامج زياده، اذا فاكر مانج ماجيك دامج ولا اي دي دامج ماني فاكر. في كل الحالات كان على التورت صار 50% دحين 100%، معناها حتسوي دامج على التاورز مره كثير. هل يرجع مس فورتشن لل سي اس؟ نو.
ميس فورتشن ما زالت في سولو كيو تيرر صراحه، الايرلي جيم حقها خرافي، ودحين التور تشيل التورات حقتها، الكابابيلتي حقتها كويسه. تير 2 يا شباب، ما هي تير 1 بس انها جدا ممتازه تلعبها. نوكتورن زودوا سووا بوف على الـ الـ على الـ على الديوريشن حق التريفاي اللي هي حقته، اللي هو الفير. الفير كانت ثانيه صارت ثانيه و25، زودوا 25 على كل الليفلز. ما ادري ليه، ما ادري ليش صراحه، ما ادري ليش، بس قرروا انهم يزودوا الفير ديوريشن. يبغوا يرجعوا نوكتورن في الجنجل حبتين شويه، بيعطوا له كم دفه كذا على اساس يبغوا يشوفوه في الجنجل، لانه الجنجل اليومين هذه از اول اباوت جانكينج. يعني ما لو تلاحظوا ما يبغوا الفارمينج جانجلرز كثير، وما عاد بيسووا لهم بفات زي اول، ولا لا ماستري ولا شيفانا ولا هذول. they are trying to بيحاول رايو تبعده عن الجانجلرز هذول، و they are trying to promote ولا بيركزوا على الجانجلرز اللي هم الجانكينج جانجلر. هذا من احسن الجانكينج جانجلرز عشان الابيليتي، عشان الالتي حقته يا عيال انتوا عارفين. anyways فدحين تديها التي، انت تشغل دبليو وتخش تسوي الكيو اي ولا اي كيو ديبندنج الفير اللي حيجي فير زياده. هي كان وان شوت مره انصح فيه في الجنجل اليمن هذا الشيء، لانه هي كان وان شوت الاي دي كاري بواحد بالكومبو، مو وان شوت، يسوي كومبو واحد ويشيله نهائيا. ريكساي نزلوا الارمر حقه من 28 ل 24، والارمر جروث من 3.75 ل 3.4. هذا نيرف جامد صراحه، وهذا برضو النيرف موجه لل سي اس، على اساس 3 ارباع الريكسايز في ال سي اس ما يكملوا الجنجل ايتم اصلا اللي هو السندر هولك، ويروح يبني لك اول شيء الهايدرا، بعدين نرجع للسندر هوك. فيبغوا لو سوى زي كذا ما يكون تانكي وهي جت بانشت. اظن بيقولوا يقولوا اذا تبغى تجيب التانكينس حقتك جيب السندر هوك اول في البدايه. رايز باك فيكس وي دونت كير. شن سووا له نيرف. لو تلاحظوا كل الشامبيونز اللي هم مين بيك توب وجنجل في ال سي اس اتلعب عليهم في الباتش هذا، على اساس الباتش هذا مخصوص للال سي اس عشان الوردز يا شباب، عشان النهايات العالميه اللي داخلين دحين فيها. نقصوا البيس شيلد حقه من 52 ل 50، وهذا هذا هذا حيخليه يتبهدل. طبعا نقصوه في نفس الوقت اللي نقصوا ايكو على اساس يسووا بالانس بينهم، على اساس ما ادري يعني المفروض هم كانوا يخلوه عشان يقدر يتعامل مع ايكو. هو كويس، شن كويس مع ايكو عامه، بس البف اللي سووه، النرف اللي سووه على ايكو اكثر كثير من النرف اللي سووه هنا. نبغى نقول بيس شيلد 52 120 50 100، ايش التاثير حقها؟ هذا معناه كل هيت تجي عليه بالناقص، بالذات في بدايه، يعني في بدايه ليفل 1 حتشيل بدل ما كان يشيل 52 حيشيل 50، معناها 2 دامج زياده، معناها واحد يقدر يقتله. ناتري ما هو الفرق الشاسع في بداية الجيم، بس فرق مرة جامد في نهاية الجيم. هذا معناه نهاية الجيم حيكون هيلثه أقل ب 300 يا شباب تقريبا. يعني إيش يعني هيلثه؟ اللي هو الإفكتيف هيلث. إيش يعني إفكتيف هيلث؟ أنت هيلثك 1000 وعندك شيلد يسوي 300، يعني الإفكتيف هيلث حقك 1300، فاهمني؟ فهذا نهاية الجيم حيكون مصيبة بالنسبة له، يعني يعني نقصوا التانكينس حقته مرة كثير. معناها في بداية الجيم، أيوه في نهاية الجيم حيكون حوالي 200 ولا 300؟ 200، يعني حيكون هيلثه ناقص 200، معناها it is a big nerf يا شباب، نيرف صراحه مره كبير على الليت جيم حقه. بعد كده توايلايت اسولت نقصوا، سووا لها برضو، انت عارف التوايلايت اللي هو الكيو، لما نسوي كيو ثلاثه هيتس الجايه تصير امباورد، وامباورد تضرب شو اسمه الدامج اللي تضربه اوف ذا تارجت ماكسيمم هيلث. نقصوها من 3% ل 2% ايرلي جيم، وهذا برضو نيرف مره جامد على الدامج حقه في الكيو. وما هو ما اقول ما يبغى ياثر عليه، يعني اصلا شن شغلته في الحياه از بيلينج وتانتينج وشيلدينج واو واو. هذا حيخليه يلعب في البدايه لس اجريسيف حبتين بغض النظر. تاليا اخيرا نيرف عظيم على الكيو حقتها، اظن النيرف هذا على تاليا حيطلعها من السي اس، وحيخلي الدومينيشن حقها في الميد جيم صراحه نقدر نتعامل معها حبتين. يعني اول كانت الكيو تسوي بونس دامج على المينيونز 50%، فما ما دوبك المينيون ويف جات يا شباب وهي سوت كيو قشعت المينيون ويف كامله. ف
فشالوها نهائيا خلاص. دحين حتغلب، يبغى لها تسوي كيو هنا عشان تشيلها من الويف بدل واحدة، وهذا كويس بالنسبة لنا، ويخلي ناس في الميد معاها يقدروا يتعاملوا معاها. الاي حقتها ناقص الدامج حقها من 80 ل 70، اصلا الاي حقتها ما هي حق الدامج حقت يوتيليتي، فهذا النيرف ما هو ما يعني ما حيفرق فرق شاسع، هي النيرف حق الكيو هي اللي حيأثر عليها. فلاديمير نقص البيتس اس بي حقه من 550 ل 25، الفيوجن ولا الكيو من 400 من 40 ل 240 ل 30 ل 200، هذا نيرف مو طبيعي على الكيو حقته، بالذات ليت جيم. الليت جيم حقه يعني 240 200، هذا لو كانت رش هيلينج بونس، اتس هيوج 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 نيرف على الليت جيم كيو حقه. اظن هذا التشينج حيطلعوا من ال سي اس يعني. ترى فلاد از نوت بان وورثي اني مور، وما يحتاج حتى تشيل همه انيمور يعني بعد التشينجز هذه، ما اظن حنشوفه يتبند يا شباب انيمور. بعد كده التايدز اوف لود، الهيلث كوست بونس دامج كونفرجن وديوريشن، وزودوا الكول داون. بيسكلي اللي سووه على الاي هذا يا شباب كان اول تاخذ منك يعني على حسب انت فاكرين الاي يا شباب، لما شغلها تمسكها تسوي لها هولد تاخذ لين 10%، يعني اذا بس ضغطت عليها ضغطه واحده تاخذ 2.5% من هيلثك، من الماكسيموم هيلث حقك، وتضرب ضربه محدده. لو سويت عليها هولد لين كملت 10 تاخذ 10% من هيلثك. فسووا لها بف بسيط نهايه الجيم، بس زودوا الكول داون عليها يا شباب. كان الكول داون 9 ثواني صار 13 ثانيه عشان ما تقدر تسوي لها سبام في الميد لين. اظن ما عاد حنشوف لها ميد لين، اظن ما حنشوفه الا توب كده، واذا شفناه توب ما حنشوفه في ال سي اس، حنشوفه في سولو كيو، وما هو بان وورثي اني مور. ياسوا التشينج العظيم اخيرا، اول نيرف محترم اشوفه لياسوا زي الناس والاوادم يا شباب. هذا مو معناه انه التشينج هذا حق طلع ياسوا من الجيم، بس اقلها نيرف زي الناس الاوادم في الدايركشن الصح، في الطريق الصحيح اللي هو موجه لياسوا. ياسوا ايش فكرته في الحياه؟ فكرته في الحياه مره ريسكي، بيك خطير تاخده. اذا ما تفيت في البدايه تتبهدل في نهايه الجيم، بس اذا تفيت في البدايه تعدم ام الجيم في النهايه. فيسموهم هاي ريسك وهاي ريورد شامبيونز. فاليومين هذه شايفين له بيلد تانكي يا شباب. ايش يعني بيلد تانكي؟ يروح يبني لي سان فاير على فروزن مالت على هذا، ويجلس يسوي لنا دامج مو طبيعي كانه فول اي دي. فلا صار ريسكي، صار سيف بيك، تروح فول تانكي بيلد وتسوي دامج كانك مش كانك فول كريت يعني، بس سستين دامج يقدر يقتل اي اي دي سي لحاله زي السلام عليكم. الاي دي سي حتى ما يشيل ربع هيلث عشان هذا. فهذه التشينج موجه على التانك خلاص، ما تقدر مو ما تقدر تبني تانك، بس اذا بنيته تانك ما حتستفيد من الالتي حقته زي الناس ولا عادي. ايش اللي سووه؟ بيس اتاك سبيد نزلوها من اكشلي زودوها من 658 ل 670، والاتاك سبيد جروث ستات نقصوه من 3.2 ل 2.5. يعني هذول التشينج يسووا لهم بلس، بس في النهايه اذا جمعتوها مع بعض هتلاقي انه الاتاك سبيد حقه في النهايه اقل من الوضع اللي هو كان فيه حاليا. شيء ثاني which is المهم، بونس armor penetration now only applies to Yasuo's critical strike. بعد ما تسوي الالتي حقتك يا شباب يجيك البونس armor penetration اللي هو 15% armor penetration تاخده. اول كان من يوم ما تسوي الالتي تنزل يجيك 15% armor penetration، دحين ما تجيك الا اذا سويت كريت، وهذا النرف اللي سووه عشان موضوع التانكي ياسوا، وهذا اللي كنت بتكلم عليه قبل شويه. دحين اذا رحت تانكي ياسوا ما انت رايح كريت ياسوا، ما تاخذ البونس ارمر بنتريشن هذا، وهذا اللي ممكن يخليك ما تاخذه تانكي. طبعا ما زال ممكن تاخذه تانكي يا شباب تلعبوا توب، بس ما حتسوي دامج زي ما كنت بتسوي اول، وهذا اللي خلينا مبسوطين احنا عامه. الفروزن مالت غيروا البيلت باث حقها من فيست بيكاكس، شالوا البيكاكس وحطوا بدالها شو اسمه الجاينت بيلت، شالوا الروبي كريستال بيكاكس وهذا، فنقصوا الاتاك دامج حقها من 40 ل 30 وزودوا الهيلث. هو اصلا الفروزن مالت يا شباب كان المفروض تتاخذ زمان، هم بطلوا الناس يشتروها لهم فتره، فعشان كذا قاموا رفعوا الاتاك دامج عليها. بس عامه الفروزن مالت المفروض تاخذها عشان يوتيليتي، الهيلث واليوتيليتي مش عشان الدامج، اوكي؟ فدحين هم ذا رينفورسينج الكلام هذا، بيقول لك تاخذ فروزن مالت اوكي ما عندك مشكله، تاخذ اليوتيليتي حقت السلو وفي نفس الوقت تاخذ هيلث زياده، وهذه مره تنفع على اي دي سي زي كوغما، اوكي؟ وطبعا ما زال توب جنار ياخذها ممتاز، ما زال ممكن برضو ياسوا ياخذها ممتاز، وضعها كويس. الريليك شيلد سووا لها نيرف بسيط على السبويلز اوف وار، الهيل اللي كانت تجيك 20 صارت تجي 15، ما حتفرق مره كثير هذه يبغى ينقصوا السستين في اللين عشان يبغوا الناس تسوي تريدز اكثر من الوضع اللي هو حاليا.
الانفالنبيلتي هذا شيء جديد صار. لو مثلا زي لو طارق سوى الالتي حقته في بعد ما يسوي الالتي في 3 ثواني مستحيل تضرب ولا ثانيتين ماني فاكر ما تقدر تضرب ولا حاجه، فما تعرف انه هو والله فارنبل ولا لا. دحين صاروا يطلعوا علامه بسيطه لو تلاحظوا هنا يا شباب، صاروا يبينوا كذا حوله انه والله عليه علامه انه والله ما ينضرب. اوكي اول ما كانت دحين صارت فيه، فدحين لو صار انفارنبل يعني ما ينضرب ما تقدر تسوي عليه على شيء، حتلاقي الذهبي هذا على على الهيلث بار حقه مع علامة الشيلد هذه، فكذا تعرف انه والله لا تضيع ابيلتيز عليه على الفاضي يعني، او على الناس اللي عليهم. طبعا مو بس طارق وغيره، هو لو سوى الالتي على اي احد واي انفالنبيلتي ثانيه اظن حتى اللي هي زونيا ولا واحده ولا 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 حتلاقي نفس الكلام. بعد كده هذه كلين اب فيكس رانك ديكي، هذا ما يأثر الا الماسترز والتشالنجرز، ما يفرق معنا مع اشكالنا طبعا المنوبه هنا. بكل بساطه اذا كنت ماستر ولا تشالنجر اول كان توصل ماستر تشالنجر وتسيب الجيم ما عاد تلعب، وكل 10 ايام ولا كل 10 ايام ينزل اذا ما لعبت انت عارف ينزل ال بي حقك شويتين. دحين لا، الحين ابوك تلعب 10 جيمز وتحطها زي كأنها في البنك كذا محطوط 10 جيمز، وكل يوم ما تلعب يشيلوا جيم لين ما توصل لصفر. لما توصل لصفر كل يوم ما تلعب خلاص ينزلوا لك 100 نقطة 100 نقطة 100 نقطة لين ما تحط جيم زيادة تبنكها. بس بكل بساطة يا شباب، طبعا هذا ما له أي معنى قلت لك إلا إذا كنت في ماستر ولا في تشالنجر، إذا ما كنت في ماستر وتشالنجر ناهي غندهي. باج فيكسز ما هنتكلم عليهم، ما في باج فيكس مهم صراحة. wasn't extending the duration of refillable potion hunter's potion it's useless. وبكذا يا شباب خلصنا باتش نوت حق 6.18. الباتش نوت هذا هو اللي حيلعبوا فيه في الوورلدز، وهذا معناه حنشوف يورك في الوورلدز يا عيال. انا صراحة متفاجئ، طبعا احتمال يورك يكون موجود، اذا يورك كانت في مشكلة حيسووا له كانسل من الوورلدز، اذا ما كانت في مشكلة حيخلوه حنشوف في الوورلدز. يعطيكم الصحة والعافية يا شباب، مشكورين ما قصرتوا. I think this is done. نرجع بقى.